قدامي ربع ساعه اوصل لاوتيلي. معلش لا عربيتي لسه في الصيانه، انا راكبه اوبر. لا ها ده كده كتير قوي. طب سلام، في ايه؟ العربيه اللي ورانا ماشيه ورانا من اول ما اتحرك. طب اجري منهم بسرعه. فيهم؟ مش وقته دلوقتي، هفهمك بعدين، بس اجري منهم وهديك اللي انت عايزه. بسرعة لو سمحت. لا 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 خد بالك خد بالك. حلال يا عسل. هنعمل ايه؟ عارف احنا بقالنا قد ايه ما خرجناش مع بعض؟ ايه مالك؟ بتبصي لي كده ليه؟ اصل بيبقى شكلك احلى يعني وانت بره لبس وكلين نياب. لا خالص، بس ده يمكن دلوقتي يعني. ان شاء الله اول ما هنتجوز هنظبط كل حاجه من اول وجديد. احنا محتاجين نظبط قبل الجواز مش بعده. مش هنلحق يا رانيا. احنا شكلنا كده هنتجوز على اخر الشهر. احنا لسه ما اتخطبناش. واحنا يا بنتي محتاجين نتخطب. العيلتين عارفين بعض من زمان، وانا وانتي متربيين مع بعض من واحنا صغيرين. ايوه بس الجواز ملوش دخل باللي انت بتقوله ده يا وليد. يا بنتي واحنا ايه اللي هيخلينا نستنى؟ الشقه وخلصانه، والعفش كمان جاهز، ايه مالك؟ احنا مش جاهزين. بقول لك ايه يا رانيا؟ انت خايفه من الجواز ولا خايفه مني انا؟ خايفه مني انا يا وليد. انا عاوز احبك زي ما انت بتحبني، ويمكن يكون اكتر كمان. معلش انت كويس. معلش ما كنتش فاكره ان الدنيا لسه فيها رجاله زيك. كنت هتموت نفسك عشان واحده ما تعرفهاش؟ منه لله بقى، ابويا هو اللي عودني على كده. ما تقلقش، المسكن اللي اديتهولك مفعوله سريع. وهربط لك دراعك دلوقتي وهتبقى كويس. بالراحه بالراحه بالراحه. حاضر. انت دكتوره ولا ايه؟ تقدر تقول نص دكتوره. نص دكتوره؟ ازاي يعني؟ خرجت من رابعه طب. خرجت حسن سير وسلوك ولا ايه؟ تقريبا. لا بجد، انت كان فاضل لك سنتين. حكايه مش عايزه افتكرها دلوقتي ومش وقتها. هما مين اللي كانوا عايزين ياذوكي دول؟ اكيد اتنين بلطجيه بعتهم علي ابن جوزي الله يرحمه. فاكر نفسه هيعرف ياخد مني بالعافيه اللي ما خدوش من المحكمه. انتي ارمله؟ من سنه. اتجوزت راجل اكبر مني في السن وكان غني. هو اللي خلاني اسيب الكليه. مراته وولاده فرحوا اني ما خلفتش منه. يعني عشان ما اجيب لهمش حد يشاركهم في الميراث. ما كانوش يعرفوا ان ابوهم كتب لي الشركه ونص املاكه باع وشراء قبل ما يموت. ايه بس انت لازم تبلغي البوليس عشان ما يحاولش ياذيكي تاني. اكيد هعمل كده. هروح اعمل محضر. بس انا لو احتجتك هتيجي تشهد؟ طبعا انا تحت امرك.